صباح الخير او مساء الخير اينما كنتم، ورحب بيكم على قناتنا وعلى صفحتنا. وعايز اقول لكم النهارده في موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع فك الحظر ورفع الحظر او اللوك داون اللي كان معمول ده. وجاتني اسئله كتيره جدا منكم، ويعني ناس في طبعا المشاعر متضاربه، في ناس فرحانه جدا ان خلاص هي كله هيفتح وكده، وفي ناس مرعوبه اكتر. الناس بقى اللي هي الناس اللي خايفه ومرعوبه نسبه حوالي 90% في الاسئله اللي بتجيلي، ونعمل ايه يا دكتور، ونحافظ على عيالنا ازاي، وبيوتنا ازاي، وهنعيا، ولما نعيا نعمل ايه، و و و الى اخره. فالتخوف الشديد ده عايز اطمنكم، اولا احنا هنتكلم عن الاجراءات في الفيديو ده اللي هيتابعنا ويفضل معانا للاخر، يعني هيشوف ان احنا حوالي 7 دقائق كده هنقول كل اللي احنا ممكن نعمله في المطاعم والفنادق والاهاوي ودور العباده، كل اللي نقدر نقوله لكم هنقوله لكم في الفيديو ده. لكن قبل كده عايز اطمنكم، انتوا عارفين ان انا مرتبط بالمانيا كتير جدا، ودرست في المانيا واشتغلت في المانيا، وعلاقتي كبيره، بسافر المانيا كتير، بتابع التلفزيون الالماني تماما. عايز اقول لكم ان نفس الاجراءات تقريبا عملتها الحكومه الالمانيه، والالتزام هناك برضو مش سهل لان عندهم عدد اجانب كبير جدا بالملايين، ولكن الشعب الالماني يعني فهم حقيقه الموضوع، وان عمليه التسلسل دي انا سمعت بصراحه نكت كتيره، 25% وناس بتسخر من لا لا لا، ده كلام علمي وكلام مظبوط وكلام مدروس، وعملته يعني الحكومه المصريه باحترافيه. انا يعني مش بشجع او انا بس بتكلم بالحقيقه وبتكلم بالحق ايا كان. عايز اسالكم بقى سؤال مهم جدا عشان ترتاحوا، هو مصر كان فيها حظر حقيقي؟ بمعنى هل مصر لما كانت المحلات بتقفل 5 أو 8 أو 9، بس خليكم عموما معايا في اجابه السؤال ده، هل مصر كان فعلا فيها حظر تجول؟ يعني بعد الساعه 9 القاهره والشوارع في اسكندريه والقاهره بتبقى، ولا كان بيبقى فيه ناس وعربيات زي كده؟ طبعا انتوا عارفين الاجابه. اذا اللي حصل دلوقتي يمكن يكون للخير، اقول لكم ليه. زمان قام حكايه الحظر كانت الساعه 5 كله بيقفل، فكانت محلات مثلا الساعه 4 4:30 زحمه موت، الشوارع زحمه موت. التكدس الشديد ده، على فكره المانيا ما فيهاش حظر تجول من الاول خالص، المانيا فيها حاجه اسمها حظر تجمع، ممنوع في محل مثلا مساحته 1000 متر يبقى فيه اكتر من 20 زبون، يدخل نمره 21 لازم يطلع واحد. والكلام ده اللي يشبه حكايه ال 25% اللي هتطبق في مصر في المقاهي وفي المطاعم. يعني فكره مش جديده، مش مستحدثه، دي فكره موجوده في العالم كله. المسافه 2 متر بين ترابيزه وترابيزه موجوده في العالم كله، مش محتاجه سخريه. واحد يقول لي احنا هنلعب طاوله ولا تنس طاوله، لا خلي بالك الموضوع حياه او موت، مهم جدا. تمام، السؤال بتاعنا بقى، هل فعلا مصر كان فيها حظر؟ طبعا لا. طب ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ المحلات هتقفل 9 بدل 5، يعني حضرتك او حضرتك لما تروح تشتروا حاجه هتاخد وقت في المحل، وعندك وقت تنقي، وعندك وقت تقيسي، وجوزك يستنى، مش بيحصل كده؟ تمام، ايه الوقت ده بقى هيوفر علينا الزحمه الشديده والتكدس الشديد اللي كان من قبل الساعه، من الساعه 4 ل 5 او من الساعه 3 ل 5 عشان الملاهي هتقفل، يبقى عندك وقت طويل. الشوارع هتبقى افضل شويه لان الناس هتروح بالتدريج، مش هتروح مره واحده. تمام، ولازم بس يكون عندنا عقل، عشان كده تابعوا معايا في الفيديو ده هنعمل ايه في الاجراءات الاحترازيه اللي احنا نحافظ على اولادنا ونحافظ على اسرنا، وازاي نحارب الكورونا بره. واحنا بره بقى سواء في المطاعم، في القهاوي، في النوادي، في الجامعه، في دور العباده، مهم جدا التعقيم، سواء في المكان، يعني المكان لو انت مثلا صاحب قهوه او مطعم لازم تحضر الكحول عشان الناس تعقم ايديها على طول بيه. لو حضرتك زبون في مطعم او في محل او كده، خلي معاك او معاكي في شنطتك ازازه سبراي، لان ده من ضمن الحاجات اللي هتفتح الفنادق. وهنعمل لكم حلقه مخصوص لان وزاره السياحه المصريه عامله زي بروجرام لاي فندق هيفتح جديد بالتزامات جديده، وفي افكار حلوه وجديده وسهله، منها مثلا ان هتعمل كيس احمر للنفايات الطبيه. ايه بقى النفايات الطبيه دي؟ ان شاء الله كانت موجوده قبل كده، لا دي بقى الكمامه، الجوانتيات، المنديل اللي حضرتك بتعطس فيه، لان قد يكون الفيروس لسه موجود في هذه الاشياء. الكيس الاحمر ده بيتجمع في الاماكن الكبيره زي دور العباده، زي الفنادق، زي النوادي الرياضيه، وبعد كده بيروح يتعدم في مكان معتمد من نفايات في مستشفى او خلافه. ده لصحتك، ودي حاجات مهمه واساسيه. هقول لكم كده بسرعه كده، هفكركم بالاجراءات الاحترازيه اللي اتكلمناكم فيها كتير الثلاث شهور اللي فاتوا، لكن النهارده هلخصها في حاجات مهمه واحنا بره بقى واحنا في الجد. مهم جدا اغسل ايدي بالميه والصابون على طول لمده 20 ل 30 ثانيه،
مهم جدا، وقلنا لازم نعقم بالكحول او بالسبراي او خلافه، ويكون مع حضرتك في شنطتك او مع حضرتك في العربية او في على المكتب بتاعك. مهم جدا لو لا قدر الله جالك كحة او عطس فجأة تروح عامل ايدك كده اهو، يعني تقفل على الكحة بالشكل ده، او انك انت بمنديل كلينكس تاخد الكحة وتتخلص في المكان ده في مكان امين، وليكن مثلا في الحمام بحيث انك تشغل عليه. الكمامة طبعا اتكلمنا عليها في حلقات وحلقات، ومهم جدا اهم حاجة في الكمامة يمكن محدش يركز عليها كتير، انها بتمنع خروج الرذاذ، تمنع خروج. بمعنى واحد قاعد على قهوة يقول لك ايه، وعندك واحد سحلب ومعاك واحد بندق ومعاك، يا جماعة يا جماعة بالراحة، الموضوع حياة او موت. حتى لو حضرتك سليم وصحتك سليمة ممكن تعدي اللي قاعد جنبك او تعدي واحد في القهوة، مجرد الرذاذ ده ممكن يبقى حامل للفيروس. وانا سليم، انا صحتي كويسة واكشف عليك بالسماعة قلقك كويس، الموضوع حياة او موت، الموضوع مش هزار. خلي بالك ما تقعدش بقى، روح حضرتك للي ماسك الارضية ده بنسموها الارضية صح، روح له كده وقول له معلش انا عايز 3 قهوة و2 سحلب و2 ينسون، فيها حاجة دي؟ امشي شوية يا سيدي، رياضة خطوة بس عشان تقي حياة الناس اللي موجودين. طبعا من ضمن الحاجات برضو المهمة تجنب الاحتكاك بالمرضى قدر الامكان. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا مش كل شوية تروح مستشفى، عايز مثلا تخلع درس، عايز مش عارف تاخد تعمل اشعة على ركبتك، تعمل نظارة، الحاجات دي مش وقتها. ليه بقى؟ لما انت بتروح المستشفى وانا اروح المستشفى عشان حاجة تانية وخالتي تروح عشان حاجة تانية، التجمع الشديد ده يعمل تكدس. المستشفيات طبعا فيها الفيروس اكتر من اي حتة تاني، لان بيدخلها المرضى، مش زي مثلا نادي رياضي. تمام، فما روحش برجليا الا لو انا مضطر، زي ما كنا بنقول قبل كده ما تخرجش بالبيت لو مضطر. تمام، طبعا احاول اتجنب لمس العين، في ناس بتلبس نظارة سواء بلاستيك او نظارة شمس او نظارة نظر. الكمامة طبعا قلنا بتحميك كده اهو، ويعني ما تحاولش كل شوية تمسك بيدك. انا شخصيا عملت طريقة كده غريبة، بمسك حاجة بايد ويعني مثلا موبايل بايد التانية، المفاتيح بايد مثلا موبايل بايد التانية، عشان ما امسكش ايدي، ابعد شوية عن تلامس عيني بالذات. بلاش طبعا سلام وقبلات واحضان، صاحبك بقى ما شفتوش على قهوة من 3 شهور اهلا، لا يا جماعة الموضوع حياة او موت ارجوكم. احنا شعب، انا بقول لكم على فكرة انا معتز جدا بالاجراءات اللي خدتها الحكومة المصرية مع بعض التحفظات البسيطة ما تجيش 1%، لكن انا كمصري متابع المانيا فخور باللي بلدي عملته وبالفكر والاحترافي اللي بلدي قادت بيه الازمة. انا يعني مش بجامل حد او كده، لكن انا مبسوط ان احنا، انا شفت الاعداد في ايطاليا وفي اسبانيا وحتى في المانيا اعداد وفيات رهيبة. فاحنا الحمد لله الحمد لله، صحيح عندنا عدد المصابين كتير لكن الحمد لله مناعتنا كويسه وعدد الوفيات قليل مع المجهود العظيم اللي عملوه اخواتي الاطباء. وبالمناسبه دي بدعوكم كلكم انكم تطلبوا الرحمه يا رب لكل ارواح الاطباء زمايلي اللي استشهدوا في ايام الكورونا. قبل ما اختم عايز اقول لكم ان احنا هنعمل حلقه قريب عن الادويه مع دكتور صيدلي عشان نعرف ايه الادويه اللي ناخدها وما ناخدهاش. على ما نعمل الحلقه دي بقول لكم اتغذوا كويس وانتوا بره البيت، سوائل فواكه، قللوا التدخين، احتفظوا بحياتكم وروحكم النفسية الجميلة، ادعوا في دور العبادة اللي هتدخلوها ان ربنا يرفع الشر عن مصر وعن الوطن العربي. ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.